النهارده هنشرح تيمو. تيمو يعتبر من أبرز الشخصيات اللي ممكن تنزل قدامك قد الزبلة أهو، بس يقف قدام العنتيل. تيمو من الشخصيات الماركس مان اللي بتلعب في التوب، بس ابيليتي وتانك شغال او ابيليتي عالي شغال، دامج شغال. مبدئيا الباسيف بتاعتك انك لو وقفت مكانك لمدة ثانية ونص ما بتعملش اي حاجة هتختفي، ولو اتحركت او ضربت حد هتظهر، ولو فاجأت العدو هتاخد من 20-80% اتاك سبيد لمدة 3 ثواني. خلي بالك انك لو اختفيت في الزرع تقدر تتحرك وانت مختفي عادي. اما الكيو بقى فهي البوسة بيضربها تيمو، لو لبست في العدو هتعمله من 80-260 زائد 80% من الابيلت الاساسي بتاعك، وبتتحول كل ده الماجيك دامج، وبيبقى العدو تحت تأثير السم من ثانية ونص لثانيتين ونص. الفترة دي العدو ما بيشوفكش فيها. اما الدابيو بقى لما بتدوس عليها بتديك من 20-52% موف سبيد، بس الدابيو هنا ليها باسم انك لو اتضربت من عدو او طور مش هتقدر تستعمل الدابيو في نفس الوقت، ولو استعملتها بعد ما اتضربت هتديك من 10-26% بونص موف سبيد لمدة 5 ثواني. الاي بقى من احسن سكيلات تيمو. الاي اكتف معاك على طول، يعني شغال على طول، يعني اول لما بتفعلها بيبقى الاوتو اتاك بتاعك بسم. كل اوتو اتاك هتضربه على العدو هيعمل له من 10-50 زائد 30% من الابيليتي الاساسي بتاعك، وهيسمم العدو لمدة 4 ثواني. معدل كل ثانية هتأثر في العدو من 36 زائد 10% من الابيليتي الاساسي بتاعك، كل ده في اوتو اتاك واحد. اما الالت بقى فتيمو بيبيض علينا بالبيضة بتاعته. البيض ده بيبقى عبارة عن مشروم مسموم. رينج القنبلة بيكبر مع كل ليفل، لما بتحطها في الارض بتقعد ثانية وبعد كده بتختفي لمدة 5 دقايق، لو محدش لبس فيها بتتشال، لو حد لبس فيها هتسممه من 50-112 زائد 12.5% من الابيليتي الاساسي بتاعك على كل ثانية، وهتعمل له سلو من 30-50% لمدة 4 ثواني. بس في الالت دي انك تقدر تجمع من 3 او 4 او 5 كنابل مع بعض. ايه ده هجيب الدبل كيل ولا ايه؟ طول ما العدو مسموم بالكيو كل ضربه منه ليك من الاوتو اتاك بتاعه هتتصد. عايز تلعب بتيمو صح، انزل بإجنايت وركز في الاوتو اتاك بتاعك، وحط الالت في اماكن صح، وحاول ما تموتش. تيمو من الشخصيات اللي في التيم فايت مفيدة جدا، ويقدر يشيل جيم كامل لوحده، ويقدر يخلي التيم بتاعه يكسب الجيم. Come see them dropping.